مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيك بدون بيض. عنا 3 اكواب طحين، كوب سكر، نص كوب كاكاو، 3 كوب زيت نباتي، 2 كوب دافيين نسكافيه، 2 ملاعق طعام خل، 2 ملاعق صغار كربونات الصودا، 1 ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط النواشف مع بعض، طحين، ملح، كربونات الصودا، كاكاو، سكر. بخلطهم مع بعض. بس خلطناهم منيح، هلا بحطهم على جنب. بحط فوق النسكافيه، زيت، كمان الخل. بحركهم منيح مع بعض. بحطهم فوق الخليط وكمان بنحركهم مع بعض. بسم الله. بس خلطناهم منيح، هلا بحطهم بصينية. دهنت الصينية بالزبدة، هلا بنفضي الخليط. بسم الله. بعملهم بهيدا الشكل. هلا بحط الكيك بفرن حامل مسبقا على درجة 180. هيدا الكيك بعد ما طلع من الفرن اخذ بالفرن حوالي 15 دقيقة، اكيد حسب كل فرن. هلا بتركه على جنب ليبرد بحرارة الغرفة. بعد ما برد الكيك وصار بحرارة الغرفة، عندي 1/4 كوب حليب وشوكولا. وصفة الشوكولا رح احط لكم اياها على الرابط مع الفيديو. بعمل الكيك بهيدي الطريقة. اذا حبيناه بنسقي بحليب، واذا ما منا مش مشكلة. حط حليب. بسم الله. كمان بحط الشوكولا. بنزين بأي شي حسب الرغبة. أنا رح حط كرز مجفف، كمان رح حط لوز. هيدا الشكل النهائي. هذا الكيك اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.